متواصلين اكيد صباحا مع كل مشاهدينا في حلنا وترحالنا في عدد من المناطق المتميزه والجميله في هذه البلاد المتميزه والفريده. نشاهد هذا التقرير عن الهوسع، ارث وتقاليد فريده من نوعها. نشاهد. قبيلة الهوسة من القبائل الإفريقية الواسعة الانتشار في الدول الإفريقية، خاصة الدول في وسط الأفريقي بين الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي للقارة السمراء. تميزت هذه القبيلة بإرث وتقاليد فريدة ضاربة في جذور الثقافات الإفريقية المتعددة عبر الحضارات التي سادت في قارة إفريقيا. في السودان عرف الهوسة بالتسامح مع الآخرين فضلا عن محافظة أفراد القبيلة على تقاليدهم الموروثة، ففي المناسبات الدينية والرسمية عادة يحتفل الهوسة في مهرجان خاص لعرض إبداعاتهم في جانب الرقص وإبراز المهارات الفردية والجماعية وإظهار دورهم الإيجابي الذي يحمل رسالة الإنسانية ودعوة للسلام. الشباب هم دوما الشعلة التي تتقد لتضيء للآخرين ما حولهم، هكذا حال شباب الهوسة الذين تتعاظم أدوارهم في تنظيم مثل هذه المناسبات الاجتماعية وفق حماس الجماعة، ويكمن دورهم في إبراز هذه الألعاب وفق نسق المجموعة الذي يعتمد على القوة الجسمانية مع تشبعهم بعظمة الانتماء للوطن السودان. أنواع من الرقص المتشابه في الحركة والمختلف في المضمون مع نماذج الإيقاع يتضمن الشكر والمديح ووصف مكارم القبيلة والسمات الفاضلة التي يتفرد بها الهوسة، مع فواصل تجاوب معها الجمهور الذي حضر لمتابعة الاحتفال. العادات والتقاليد الموروثة عند قبيلة الهوسة لم تتغير عن مضمونها، ولم تتأثر بانتشار الهوسة في إفريقيا، بل ظلت كأنشطة ثقافية موجودة تتداول عندهم في المناسبات السنوية. الاعتماد على البيئة والطبيعة والتزود بماضي الأجداد وغرسه في نفوس الأجيال هي من أهم ميزات الهوسة التي جعلتهم من أكثر القبائل في دارفور هدوءا في الحياة والمعيشة. مهدي العزيب، الشروق، جنوب دارفور، نيالا.